السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم طلبة صف ثالث ثانوي. إن شاء الله النهاردة من تمارين 12 على التحدب الأعلى والأسفل ونقط الانقلاب هنحل تمارين اختر. تمارين اختر جت في السؤال 3 والسؤال 17. نبتدي أول حاجة بالسؤال 3. إذا كان منحنى الدالة دال محدب لأسفل في فترة ما، فإن نقط في هذه الفترة. كان يا باشمهندسين المشتقة الأولى بنقدر نجيب منها فترات التزايد والتناقص، إنما المشتقة الثانية دي كنا بنقدر نجيب منها نوع التحدب هو الأعلى ولا الأسفل. فكان التحدب لأسفل ده شكله، وكنا بنقول الحلة مليانة، يعني كان إشارة المشتقة الثانية بالموجب يعني أكتر من الصفر، ومحدب لأعلى لما كنا بنقول الحلة فاضية يعني المشتقة التانية أقل من الصفر. طبعا أنا هاخد المشتقة التانية أكتر من الصفر لأنه قال لي محدب لأسفل، ده تحدب لأسفل، ده تحدب لأعلى مش تقعر، التقعر بالعكس. منحنى الدالة دال يكون محدبا لأعلى في فترة معينة إذا كان، اتفقنا ان ده التحدب لأعلى بيكون شكله كده، يعني المشتقة التانية لازم تكون سالبة يعني اقل من الصفر لوا الاختيار دال. للدالة دال حيث دالة س بتساوي س تكعيب ناقص 3 س ناقص 1 نقطة انقلاب، هي كان نقطة الانقلاب دي بنجيبها من المشتقة التانية، لازم اجيب له المشتقة الاولى، نجيب المشتقة التانية، كنا بناخد المشتقة التانية نسويها بالصفر ومنها السين بصفر، عرفت ان عند الصفر في نقطة انقلاب، تعال نعوض بالصفر، دالة صفر بتساوي صفر ناقص صفر ناقص واحد يبقى بسالب واحد، يبقى النقطة هي صفر وسالب واحد، دي نقطة الانقلاب اللي هو الاختيار باء. إذا كان الدالة دال حيث دالة سين كاف سين تكعيب زائد تسعة سين تربيع نقطة انقلاب عند سالب واحد، كف كام؟ يعني ايه نقطة انقلاب؟ يعني المشتقة التانية بتساوي صفر، فكان لازم اجيب المشتقة التانية، جبت المشتقة الاولى، ارجع اجيب المشتقة التانية اللي هي ستة كاف سين زائد 18، ناخدها نسويها بالصفر عند سين تساوي سالب واحد، نعوض بالسالب واحد، سالب ستة كاف زائد 18 بتساوي صفر، ومنها الكاف بتساوي 3 اللي هو الاختيار باء. السؤال 5 بيقول إذا كان للمنحنى كذا نقطة انقلاب عند سين تساوي 5 فإن ألف، قلنا له يا أستاذ نجيب لك المشتقة الأولى اللي هي 6 في 2 سين ناقص ألف أس 2، جينا يا شباب نزلنا الأس طرحنا منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس، يعني هنا كان في ثلاثة مشتقة ما بداخل القوس اتنين، الاتنين في ثلاثة بستة، صد شرطتين بتساوي 24 في 2 س ناقص ألف، نزلنا الأس بقى هنا 12 في مشتقة ما بداخل القوس 24، لها نقطة انقلاب يعني كانت المشتقة دي بتساوي صفر لما نحط السين بخمسة، 24 هنا 10 ناقص ألف بدلنا السين وحطينا خمسة، نقسم على 24 ومنها ألف بتساوي 10 اللي هو الاختيار دال. منحنى الدالة دال محدبا لأسفل في ح، إذا كانت دالة سين تساوي محدبا لأسفل يعني المشتقة التانية تكون إشارتها موجب، تعال نجيب المشتقة الأولى وليكن إن احنا هنسمي دي دالة دال، المشتقة الأولى دي طلعت بسالب 2 س، المشتقة التانية طلعت بسالب 2، سالب 2 يعني المشتقة التانية سالبة، سالبة يعني الحلة فاضية كده، ده اسمه تحدب لأعلى. هنا نفس الطريقة سالب 3 س تربيع بقت هنا سالب 6 س، الإشارات هنا سينات بصفر مثل إشارة سين عكسها، كان فيها تحدب لأعلى وفيها تحدب لأسفل، وهنا بيقول محدبة لأسفل
في كل ح. تعال هنا، جينا نشتق سالب 4 س تكعيب، اشتقنا كمان مرة سالب 12 س تربيع، دي دالة تربيعية قيمة س بصفر، مثل إشارة س تربيع مثل إشارة س تربيع. يبقى هنا يا أستاذ دي محدبة لأعلى دائما، وهو عايز محدب لأسفل. جينا للأخيرة، اشتقناها 4 س تكعيب، وهنا 12 س تربيع، دي المشتقة التانية. فجينا نمثلها، جبنا قيمة س، قيمة س طلعت بصفر. طب هنا موجب نفس إشارة س تربيع، وهنا مثل إشارة س تربيع، يعني دي محدبة لأسفل ومحدبة لأسفل، يبقى هو الاختيار ده للصحيح. منحنى الدالة دال حيث دالة س بكذا محدبا لأعلى عندما س تنتمي، هنجيب المشتقة الأولى 3 س تربيع ناقص 6 س، هنجيب المشتقة الثانية 6 س ناقص 6، هناخد المشتقة الثانية نسويها بالصفر. قدرنا نعرف ان س بواحد. هنا يا أستاذ مش لي. مثل إشارة س، هنا عكس إشارة س، فهو بيقول محدب لأعلى. في المشتقة التانية لما تكون موجب بيكون محدب لأسفل، ما يكون سالب محدب لأعلى. منين؟ من أول سالب ما لا نهاية لحد الواحد، اللي هو الاختيار باء. السؤال 8، النقطة التي تفصل بين منطقة التحدب لأعلى ولأسفل تسمى نقطة الانقلاب، اللي هو الاختيار دال. إذا كانت دالة س بتساوي الجذر التكعيبي لس ناقص 2، وكان للدالة نقطة انقلاب عند 2 و0، فإن دالة شرطتين 2 بتساوي إيه؟ يا أستاذ دي دالة، طالما أنا جبت قيمة س أو كانت نقطة الانقلاب ب2، يبقى كانت الدالة دي بتساوي 0 لما جبنا س بتساوي 2. المشتقة التانية كانت بتساوي 0، جبنا منها السين ب2 لأن دي نقطة الانقلاب. هو عاوز المشتقة التانية لما نعوض ب2، ما هي بصفر يا أستاذ، لأن كان ساعتها بصفر جبنا السين ب2. السؤال 10، إذا كانت الدالة دالة س بتساوي س أس 4، فإن النقطة 0 و0 تكون. هنا المسألة دي هتحير شوية يا شباب، فعشان كده لازم نلجأ لشكلها. فتحنا برنامج الجيوجبرا على التاب، وكتبنا في الخانة اللي بنكتب فيها إكس أس 4، دي الرسمة يا باشمهندسين، دي كده رسمة الدالة. عند 0 و0 يا أستاذ ده دي قيمة صغرى، عند 0 و0 دي قيمة صغرى مش قيمة عظمى، ولا تنفع نقطة انقلاب. ليه؟ لأن نقطة الانقلاب لازم يكون قبلها تحدب لأعلى وبعدها تحدب لأسفل أو العكس، إنما هنا من الواضح إن كله تحدب لأسفل، يبقى نقطة الانقلاب دي قيمة صغرى. أو واحد تاني قال إيه؟ لا يا أستاذ أنا عايز حل. قلنا له المشتقة الأولى هتساوي 4 س تكعيب، والمشتقة التانية هتساوي 12 س تربيع. لو خدت دي سويتها بصفر، السين بصفر والصاد بصفر، بقت صفر وصفر. وهنا لو خدت دي سويتها بالصفر بقت س تكعيب بصفر، يعني السين بصفر، بقت النقطة صفر وصفر. ما ينفعش قيمة عظمى أو صغرى تكون هي نقطة الانقلاب، ما ينفعش، لأن لو دي الرسمة كده احنا بنقول دي نقطة انقلاب، قبلها قيمة عظمى وبعدها قيمة صغرى، أو العكس، يعني ممكن تكون كده، دي كده نقطة الانقلاب، دي العظمى ودي الصغرى. فلازم نقطة الانقلاب تكون في المنتصف ما بين العظمى والصغرى. طيب أنا عرفت منين إنها قيمة صغرى؟ أنا بصيت للرسم عرفت. حضرتك احنا لو جينا نجيب المشتقة التانية ما طلعش معانا حاجة، طلعت السين بصفر، فأنا لو جيت أعوض بالصفر هيطلع برضو بصفر، ما قدرتش حد. لا، كنا احنا بناخد القيمة ونوزع إشارات في المشتقة الأولى. هنا كان مثل إشارة س تكعيب لأن س فردية، هنا عكسها، تتعامل نفس معاملة الدالة الخطية، يبقى هنا كان تناقص وهنا تزايد، يبقى قيمة صغرى.
إذا كان منحنى الدالة دال يقع فوق جميع الممسات المرسومة من جميع نقط المنحنى، فإن منحنى الدالة يكون المنحنى يا أستاذ وقع فوق الممسات، جميع الممسات فوقه، سواء كان مماس بالموجب أو مماس ميله بالسالب، فهنا بنقول عليه محدبا لأسفل اللي هو الاختيار دال. إذا كانت الدالة دال من الدرجة الرابعة، فإن أكبر عدد ممكن من نقط الانقلاب لها يساوي، عشان نفهم الموضوع ده تعالى نفرض مسألة ونرسمها. وليكن إن إحنا فرضنا مثلا مسألة س أس 4 ناقص 4 س أس 2 زائد 2، وجينا كتبناها على برنامج الجوجبرا طلعت الرسمة كده. أقصى عدد لنقط الانقلاب كام؟ هنا كده نقطة انقلاب وهنا كده نقطة انقلاب، يبقى في نقطتين اتنين انقلاب، يبقى أكبر عدد لنقط الانقلاب هو 2. إذا كان المنحنى دال دالة س بتساوي أ س تربيع زائد ج س، حيث أ تنتمي لحا، نقطة الانقلاب عند س بتساوي باي على 6، أ بكام؟ نقطة الانقلاب بتيجي من المشتقة التانية، المشتقة الأولى 2 أ س زائد جتا س، المشتقة التانية دالة شرطتين س بتساوي 2 أ ناقص جا س، المشتقة التانية كنا بنجيب قيمة س نساويها بالصفر، يبقى 2 أ ناقص جا 30 دي بنص بتساوي صفر، 2 أ بتساوي نص ومنها أ بتساوي ربع. قدرت تعرف إن أ بربع اللي هو الاختيار باء. منحنى الدالة دال حيث دالة س بس ناقص 2 في ه أس س يكون محدبا لأسفل على الفترة، لنا يا أستاذ قلنا له دالة شرطة س بتساوي الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى، دال شرطتين الأولى في مشتقة التانية زائد التانية في مشتقة الأولى زائد ه أس س اشتقاقها ه أس س. هناخد السؤال ده نسويه بالصفر، بقت س ناقص 2 في ه أس س زائد 2 ه أس س بتساوي صفر، قسمنا على ه أس س لأن هي عدد، يبقى س ناقص 2 بتساوي سالب 2 ومنها س بتساوي صفر، جبنا قيمة س بصفر. ناخد الواحد ونعوض في المكان اللي جبنا منه قيمة س، يعني المشتقة التانية، هنا سالب ه وه راحت اتبقى ه أس س، يعني هنا موجب. طب لو كنا خدنا سالب 1 بقوا هنا سالب 3، يبقى الناتج هنا طلع سالب، يبقى هتكون هنا محدبة لأعلى وهنا محدبة لأسفل، يبقى هي محدبة لأسفل من صفر لما لا نهاية اللي هو الاختيار دال. منحنى الدالة دال حيث دالة س بتساوي س تكعيب زائد 2 و 3 ناقص 2 س تربيع لما س أكتر من الصفر وس أقل من الصفر، محدب لأعلى عندما س تنتمي لإيه؟ جينا يا أستاذ جبنا له المشتقة الأولى، هنا 3 س تربيع وهنا سالب 4 س، طبعا لما س أكتر من الصفر وس أقل من الصفر. نجيب المشتقة التانية، هنا 6 س وهنا سالب 4 لما س أكتر من الصفر وس أقل من الصفر، كل الس اللي أقل من الصفر دي سالبة والس اللي أكتر من الصفر موجبة، فهو بيسألني بيقول محدب لأعلى، محدب لأعلى يعني كده ده محدب لأسفل، منين؟ من سالب ما لا نهاية للصفر اللي هو الاختيار باء. السؤال 16 بيقول دي المشتقة التانية، فإن منحنى الدالة يكون محدبا لأعلى فيه، نقول هات قيم س من المشتقة التانية، طلعت بسالب 2 و 3 مثل إشارة س تربيع، لأن دول س في س بس تربيع، هنا عكسها هنا مثلها، هنا محدب لأسفل لأعلى لأسفل، هو عايز محدب لأعلى، يبقى ما بين سالب 2 و 3 مفتوحين اللي هو الاختيار باء. النقطة 17 من السؤال الثالث، إذا كانت دي المشتقة الأولى فجميع العبارات الآتية صحيحة ما عدا، هنا لقيناه بيتكلم في تحدب وهنا قيمة عظمى وصغرى
وهنا بيقول ملوش نقط انقلاب، وهنا الدالة تناقصية في الفترة ايه. بيقول كله صحيح ما عدا، تعال نحل الكلام ده. كنا بناخد المشتقة الأولى نسويها بالصفر، ومنها 2 س ب6 يعني س ب3. أنا هنا الثلاثة قيمة س، مثل إشارة س عكس إشارة س، يعني كان التزايد قبل الثلاثة وبعد الثلاثة تناقص. هنا بيقول الدالة دال تناقصية في الفترة من 3 لما لا نهاية. أيوة يا أستاذ دي صح. طيب نكمل، تعال نجيب القيمة العظمى أو الصغرى. هات المشتقة الثانية. المشتقة الثانية للدالة طلعت بسالب 2. سالب 2 يعني معنى كده إن القيمة عظمى. لما نجيب المشتقة الثانية نلاقيها بالسالب، قيمة عظمى. تمام، هو بيقول إن القيمة صغرى. لا يا أستاذ دي اللي خطأ. طب منحنى الدالة يكون محدبا لأعلى في الفترة دي؟ أيوة دي سالبة، يبقى منحنى الدالة عامل كده محدبا لأعلى، وطبعا ملهاش نقط انقلاب لأن مفيش سين. يبقى الاختيار بقى هو اللي خطأ. أتمنى أن أكون قدرت أفيدك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.